يعود عمر هذا الفن الشعبي المعروف في ينبع باسم العجل إلى نحو 400 عام، حافظ خلالها على نفس الكلمات ونفس الألحان وبذات الطريقة التي يرقص بها المحتفلون قديما عند عودتهم من البحر، وحديثا عندما يزفون عريسا في ليلة زواجه. اي زواج، اي واحد عنده فرح، الاشاره الاول حق الزواج حيكون اعلان العجل، هذا اللي هبه العجل. ايضا الانبعويه زعماء للبحر لما يروحوا يصيدوا او للتجاره، سواء متجهين الى مصر او السودان او اليمن، يمارسوا هذه اللعبه لانها هي فاكهه تعتبر بالنسبه لهم وخفيفه، زي اسمها عجل، من السرعه والعجله زي ما يقولوا. فن العجل يخضع لمعايير يجب ان تتوفر في من يقوم بالرقص والغناء. لازم تكون ملم بالدفوف، يعني ترجف الطار، تلعب النقرزان، تلعب على المرواس، تفهم في المغنى حقنا الشعبي، تلعب معنا. هذا اللي يجيد اللعبة طبعا هو اللي يقرب علينا ويلعب معنا. ويعتبر فن العجل اليوم تقليدا شائعا في ينبع، ويمثل أول علامات إعلان الزفاف. الأغاني مد الشراع، مد الشراع علمني العوان، على ياما، ففي أغاني كثير تغنى بنفس العجل. وتعرف ينبع أنواع عدة من الفنون الشعبية مثل السمسمية والخبيتي، وهناك عدة فرق هي الأشهر في المملكة والأكثر تمثيلا في المجالات الفنية عند المشاركة في معارض ثقافية وفنية داخل وخارج المملكة. نواف القثامي، العربية، ينبع.